السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا النموذج الثالث من الامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي في مادة الرياضيات. كنا شفنا نموذجين من قبل ديال دورة يونيو 2021، يعني السنة الماضية. اليوم اخترت لكم نموذج من سنة 2019 لجهة سوس ماسة. علاش بالضبط اخترت لكم دورة يونيو 2019؟ حيث في هذه السنة كانوا التلاميذ شافوا جميع الدروس، ما كانش كاينة كورونا، اذا حتى الامتحان كيكون شامل وفيه مجموعه ديال التمارين، على عكس السنه الماضيه بحكم كانت كورونا، يعني انهم ما كملوش المقرر والامتحانات ديال السنه الماضيه ما كانش فيهم جميع التمارين جميع الدروس. اذا نتشاش خسرت لكم نموذج ديال 2019. اذا نبداو على بركه الله مع اول تمرين. اذا التمرين الاول هو فقط غادي نختاروا الجواب الصحيح، طريقة الجواب هي عندنا هنا، ونقل على ورقة تحليل رقم السؤال واكتب بجانبه الجواب الصحيح بدون تقديم أي تعليل. يعني غادي نقلو رقم السؤال ونكتب وحده الجواب الصحيح، مثلا السؤال الأول ألف، الجواب الصحيح واش هو أ ولا ب ولا سي، بلا ما نبينو فقط نكتبو الجواب الصحيح. إذا نبداو على بركة الله. السؤال الأول، ليكن E F G H متوازي أضلاع، E F G H هو متوازي الأضلاع. السؤال الألف، صورة النقطة F بالإزاحة التي تحول G إلى H هي، واش G ولا H ولا E؟ إذا الإزاحة التي تحول G إلى H يعني هي المتجهة G H، تحول G إلى H، حنا عرفنا المتجهة اللي غادي نديرو بها الإزاحة. إذا بغينا صورة النقطة F فين غادي تجينا؟ غادي تجينا في او، حيت كنمشيو من جي نحو اش، اذا اف الصورة ديالها هي او. اذا غادي ننقلو رقم السؤال اللي هو اولا الف، الجواب الصحيح هو سي، نمشيو لباء، صورة المستقيم او اش، ها هو المستقيم او اش بالازاحة التي تحول اش الى اف، يعني من اش الى اف هي المتجهة اش اف، اش الى اف. إذا الصورة ديال هذا المستقيم او اش واش غادي تكون هي اف جي ولا او جي ولا اش جي؟ إذا الصورة ديال المستقيم او اش إلا درنا هذه المتجهة اش اف، إذا خصنا نشوفوا الصورة ديال كل نقطة من هذا المستقيم، ناخذوا جوج ديال النقط. إذا الصورة ديال اش غادي تجينا هي اف، ولكن الصورة ديال او فين غادي تجينا؟ طولوا شوية المستقيم، الصورة ديال او غادي تجينا تقريبا هنا، هادي هي الصورة ديال او. إذا الصورة ديال المستقيم اش او شكون غادي تكون؟ هي واحد النقطة اف، ويمكننا نستغناو على هاد النقطة هادي ونديو جي. علاش؟ حيت جي كتنتمي لهاد المستقيم، يعني الصورة ديال اش او غادي تكون هي جي اف أولا اف جي. إذا هي عندنا اف جي هنا، هي الجواب الصحيح هو ا. نمشيو للسؤال رقم 2، نعتبر الدالة الخطية F بحيث F ديال جوج كتساوي 3. السؤال ألف، F لx يساوي، واش هو جوج x زائد 3 ولا 3 على جوج x ولا جوج على 3 x؟ إذا أول حاجة حنا كنعرفو بلي F هي دالة خطية، إذا جوج x زائد 3 مغاديش تكون جواب صحيح حيت هادي دالة تآلفية. إذا بقى لنا 3 على جوج إكس وجوج على 3 إكس، باش غادي نعرفوها غادي نحسبو المعامل الموجه ديال هاد الدالة. إذا المعامل الموجه ديال الدالة شنو غادي يكون؟ هو إف ديال جوج على جوج، يعني إف لإكس على إكس، إف ديال جوج هو 3 على جوج. إذا حنا لقينا بلي المعامل الموجه هو 3 على جوج، إذا شكون الجواب الصحيح؟ آه هو 3 على جوج إكس، الجواب الصحيح هو ب. من بعد السؤال الموالي اللي هو ب، شنو قالوا لنا؟ في الشكل الاعلى التمثيل المبياني للداله اف هو المستقيم، واش تي ولا ال ولا دلتا؟ اذا هاد تي ال دلتا، اذا شكون هو التمثيل المبياني ديال الداله اف؟ اذا غادي نشوفوا، عندنا هنا تي داله خطيه ودلتا دالة خطية. علاش؟ حيت كيبرو من أصل المعلم، ال هي دالة تآلفية حيت مكتمرش من أصل المعلم، إذا ال مغاديش يكون جواب صحيح حيت حنا عندنا دالة خطية.
إذا باش نعرفوا شكون هو التمثيل المبياني ديال الدالة اف، غادي نعطيو شي قيمة لإكس ونلقاو إيكغيك ونشوفو لمن كتنتمي، شنو المستقيم اللي كتنتمي ليه هاد النقطة اللي غادي نلقاو. مثلا نعطيو الإكس القيمة جوج، الدالة ديالنا هي اف الإكس كتساوي 3 على 2 إكس. إذا لعوضنا إكس بجوج، اف ديال جوج تساوي لنا 3 على 2 مضروبة في جوج، مشينا جوج مع جوج، بقاتلنا اف ديال جوج غادي تساوي لنا 3، يعني النقطة اللي لقينا هي عند الإحداثيات إكس هي جوج، إيكغيك هي 3. إذا غادي نشوف المستقيم اللي كتمر منو، اللي كيمر من هاد النقطة اللي هي جوج 3، نشوفو جوج هي إكس 3. إذا هنا اللي لاحظتو عندنا جوج ديال المستقيمات، عندنا دلتا و ال. إذا شكون هو المستقيم اللي غادي يكون عندنا التمثيل المبياني ديال اف؟ هو دلتا. علاش؟ حيت قلنا بلي ال دالة تآلفية، وحنا خدامين بدالة خطية. إذا الجواب الصحيح هو دلتا، دلتا رقم الجواب هو سي، إذن باء الجواب هو سي. إذا نمرو التمرين الموالي. إذن التمرين رقم جوج، السؤال الأول: حل المعادلتين التاليتين، يعني المعادلة ألف والمعادلة باء. إذن أولا ألف، المعادلة اللي عندنا هي ناقص 3 إكس ناقص 5 كتساوي لنا 9 إكس زائد 6. باش نحلو المعادلة نرجعو نجيبو في طرف ونبعلو في طرف. إذا ناقص 3 إكس نخليوها هنا، نجيب وحدها 9 إكس غادي تولي هي ناقص 9 إكس تساوي عندنا 6، نرجع وحدها ناقص 5 تولي هي زائد 5. ناقص 3 إكس ناقص 9 إكس هي ناقص 12 إكس، و 6 زائد 5 هي 11. إذا لا بغينا إكس شنو غادي نديرو؟ غادي نقسمو على ناقص 12، إذا هي 11 على ناقص 12، كنا نطلعو ناقص البسط غادي تولي هي ناقص 11 على 12. إذا ناقص 11 على 12 حل للمعادلة. من بعد عندنا باء، إذا المعادلة باء شنو فيها؟ ثلاثة إكس ناقص 12 عامل 10 ناقص 5 إكس، 3 إكس ناقص 12 عامل 10 ناقص 5 إكس تساوي 0. إذا هاد المعادلة هي جداء ديال عددين كيساوي 0، إذا إما العدد الأول كيساوي 0 أو العدد الثاني كيساوي 0. إذا الحلول غادي تكون هي 3 إكس ناقص 12 تساوي 0، أو 10 ناقص 5 إكس كتساوي 0. إذا نحلو المعادلة ديالنا عادي، لأن 3 إكس غادي تساوي لنا ناقص 12 ترجع عليها غادي تولي هي 12، إذا إكس غادي تساوي هي 12 على 3، يعني إكس تساوي لنا 4. من بعد 10 ناقص 5 إكس كتساوي 0، يعني ناقص 5 إكس غادي تساوي لنا ناقص 10، يمكن نختزلو هاد الناقص. إذا غادي تبقى لنا 5 إكس كتساوي 10، إلا بغينا إكس غادي نقسمو على 5، 10 على 5، يعني إكس تساوي 2. إذا الحلول ديال هاد المعادلة هما إما 4 أو 2. نمشيو للسؤال الثاني: حل المتراجحة التالية. المتراجعة هي 5 إكس ناقص 1 أكبر قطعا من 1 ناقص 7 إكس، 5 إكس ناقص 1 أكبر قطعا من 1 ناقص 7 إكس. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نجيبو ناقص 7 إكس في الطرف الآخر غادي تولي هي زائد 7 إكس أكبر قطعا، هنا 1 غادي نجيب وحدها ناقص 1 غادي تولي هي زائد 1. إذا 5 إكس
زائد 7x هي 12x أكبر قطعا، 1 زائد 1 هي 2. إذا إلا بغينا إكس غادي نقسمو على 12، يعني 2 على 12. هنا قسمنا على عدد موجب ما غاديش يتبدلنا الرمز، إلا قسمنا على عدد سالب راه غادي يتبدل الرمز. إذا إكس أكبر قطعا 2 على 12 هي يمكننا نختزلو بجوج، غادي تجينا هي 1 على 6. إذا شكون هما الحلول ديال هاد المتراجحة؟ إذا الأعداد الأكبر قطعا من 1 على 6 هي حلول للمتراجحة. السؤال الموالي هو السؤال رقم 3. إذا في هذا السؤال عندنا حل النظمة التالية، نقلوا النظمة ديالنا هي إكس ناقص إيكغيك، إكس ناقص إيكغيك تساوي 3 ناقص 3 إكس زائد إيكغيك تساوي ناقص 7. نحل المعادلة ديالنا النظمة ديالنا. إذا باش نحلو هاد النظمة اختاروا الطريقة اللي بغينا، إما التآلفية الخطية ولا التعويض. إذا أنا غادي نختار التآلفية الخطية، إذا غادي نشوفو العدد اللي نضربو فيه المعادلة الأولى وتولي يولي عندنا عدد مقابل ناقص 3 إكس. شكون هو المقابل ديال ناقص 3 إكس؟ هو 3 إكس. إذا هنا باش تولي عندي 3 إكس فقط غادي نضرب في 3، إذا غادي نضرب هنا في 3 المعادلة. إذا 3 في إكس هي 3 إكس، 3 في ناقص إيكغيك هي ناقص 3 إيكغيك، 3 في 3 هي 9، هنا غتكون عندنا ناقص 3 إكس زائد إيكغيك تساوي ناقص 7. إذا غادي نجمعو المعادلة الأولى مع المعادلة الثانية، يعني غادي تعطيني 3 إكس ناقص 3 إيكغيك، غادي نجمعو معها ناقص 3 إكس زائد إيكغيك تساوي 9 ناقص 7. هنا 9 ناقص 7 علاش؟ حيت 9 زائد ناقص 7 هي ناقص 7. إذا غادي تختزلنا ناقص 3 إكس مع ناقص 3 إكس، غتبقى لنا ناقص 3 إيكغيك مع ناقص إيكغيك هي ناقص 4 إيكغيك. 9 ناقص 7 هي 2، هنا خطأنا، كان عندنا واحد الخطأ، هنا عندنا زائد إيكغيك ناقص 3 إكس زائد إيكغيك، يعني ناقص 3 إكس زائد إيكغيك ماشي ناقص إيكغيك. ناقص 3 إيكغيك إلا زدنا عليها إيكغيك غادي تولينا هي ناقص 2 إيكغيك، هنا 9 ناقص 7 هي 2. إذا إيكغيك غادي تساوي لنا هي 2 على ناقص 2، و 2 على ناقص 2 هي ناقص 1. إذا لقينا إيكغيك. إلا بغينا إكس شنو غادي نديرو؟ غادي نعوضو إيكغيك إما في المعادلة الأولى ولا في المعادلة الثانية، نعوضو في المعادلة الأولى. إذا شنو غادي نديرو؟ نعوض ب إيكغيك تساوي ناقص 1 في المعادلة نختارو الأولى، سهلة، عطينا هي إكس ناقص إيكغيك تساوي 3. إذا قلنا إيكغيك غادي نعوضوها بناقص 1، إذا إكس ناقص وإيكغيك هي ناقص 1 تساوي 3، إكس ناقص ناقص 1 هي زائد 1 تساوي 3. إذا إكس غادي تساوي لنا 3 ناقص 1 اللي هي 2. إذا الحلول ديال هاد النظمة غادي يكونوا هما إكس اللي هي 2 وإيكغيك اللي هي ناقص 1. إذا نمرو للتمرين الثالث ديالنا. سئل تلامذة أحد أقسام ثالثة ثانوي إعدادي عن عدد الكتب التي قرأوها منذ بداية السنة الدراسية، وكانت النتيجة كما هو مبين في المخطط أسفله. إذا هذا المبيان عندنا هنايا عدد الكتب المقروءة، هنا عندنا الحصيص. السؤال مطلوب منا هو أنقل على ورقة تحريرك الجدول التالي ثم أتممه. إذا عندنا عدد الكتب المقروءة كيفما في المبيان، والحصيص هو هذا.
إذن هنا في هذا التمرين هو التمرين ديال الإحصاء، بغاونا نكملوا ملء الجدول. إذن كيفما كتعرفوا هذا عدد الكتب المقروءة راه هو الميزة الحصيص عندنا. إذن نمشيو لعدد الكتب المقروءة، مثلا كتاب واحد شحال قراوه ديال التلاميذ؟ قراوه 11، ها هي عندنا هنا 11، هنا ما بين كل تدريجة وتدريجة يعني واحد 10 11 12. نمشيو الخانة الثانية شنو غادي يكون فيها؟ جوج، هنا غادي يكون عندنا جوج، من بعد عندنا ثلاثة، من بعد عندنا ثلاثة، من بعد غنلقاو أربعة نكتبوها هنا. إذا بغينا الحصيص ديال واحد راه عندنا 11، الحصيص ديال عدد الكتب المقروءة اللي هو جوج شحال هو؟ هو 14، غادي نديرو 14. بغينا أيضا الحصيص ديال الميزة 3، 3 هو الحصيص ديال شحال غادي يكون؟ جانا هنا هادي هي 9، 8، 9، 10. إذا حنا ملأنا الجدول، هذا هو السؤال الأول. نمشيو السؤال الثاني ألف. السؤال الثاني ألف شنو كيقول؟ حدد المنوال هذه المتسلسلة الإحصائية. إذا حنا كنعرفوا المنوال كيكون هو الميزة الموافقة لأكبر حصيص. شكون هو أكبر حصيص عندنا هنايا؟ أكبر حصيص عندنا هو 14. إذا الميزة الموافقة لأكبر حصيص هي جوج، إذا جوج هو المنوال. إذا غادي نقولوا منوال هذه المتسلسلة الإحصائية هو جوج، علاش؟ لأنه الميزة الموافقة لأكبر حصيص، أكبر حصيص بين قوسين كتبوه هو 14. السؤال رقم 3، لا السؤال باء ماشي 3، باء. احسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية. إذا المعدل الحسابي كنرمزو له بالحرف ام. المعدل الحسابي كنضربو الميزة في الحصيص زائد الميزة في الحصيص زائد الميزة في الحصيص زائد الميزة في الحصيص، ونقسموه على الحصيص الإجمالي. إذا نبداو، واحد مضروبة في 11 زائد جوج في 14 زائد 3 في 9 زائد 4 في 6. غادي نقسمو على الحصيص الإجمالي. الحصيص الإجمالي هو المجموع ديال 11 زائد 14 زائد 9 زائد 6، غادي تعطينا هي 40. إذا نحسبو، 1 في 11 هو 11 زائد 2 في 14 28، 3 في 9 27، 4 في 6 24، نقسموهم على 40. إذا غادي نحسبو بالآلة الحاسبة، غادي تجينا هي 90 على 40 اللي كتساوي هي 2.25. إذا هذا هو التمرين رقم 3، نمرو للتمرين رقم 4. إذا غادي نخليو التمارين اللي بقاو لنا في فيديو آخر إن شاء الله، باش ما يجيناش الفيديو طويل. إذا نتلاقاو في الجزء الثاني باش نشوفو التصحيح ديال التمرين الرابع والخامس والسادس.